أهنئ نفسي وأهنيكم وأهني القائدة. قصر يا عادل. سيدي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين حفظهم الله. وعندي مشاركة بسيطة وطنية في هذا اليوم الوطني، يعني كل شخص منا وده أنه يشارك لو بالشيء البسيط في يوم التأسيس. أقول الكون في عيني مساحة ومقدار، أقصى حدوده عند شبه الجزيرة، ما كل دار لو تغربت لي دار، ولا كل ناس لي ربوع وعشيرة. سلام ما نشى من الغرب سبار، ينفض سحابه ويتقطع غثيره، على ملوك الدار وافينا الأشبار، حكامنا اللي ينطحون المغيرة، تضرب بعزم وحزم مارد ومصداري لين هابتها الجموع الغفيرة. شيوخ نجد شيوخ نجد انطوعت كل جبار، الوقت يشهد والمواقف شهيرة، وسلمان بينا الصامل الوافي البار، زيزومنا زيزوم كل المسيرة، كفه مثل سيف على كفه مثل سيف على الحق بتار، يقطع به رقاب الوجيه الشريرة. كفه مثل سيف على الحق بتار، يقطع به رقاب الوجيه الشريرة، ولي عهده في المهمات مغوار، عشر الأمور إن قام فيها يسيره، ولي عهده في المهمات مغوار، عشر الأمور إن قام فيها يسيره، يثبت على الشدة مثل ضلع سنجار، لو إنها مثل الرحل مستديرة، عراب نهضتنا على كل الأقطار، نجد انت بيه وما تبي نجد غيره، عراب نهضتنا على كل الأقطار، نجد انت بيه وما تبي نجد غيره، قلته وانا من دولتن كلها احرار، من لد فيها العين نلعن شويره. وسلامتكم، صحه ابدانكم جميل.